إفريقيا تعرفه مديراً فنياً بطلاً وصاحب شخصية فريدة وطموحات عديدة، يسعى إلى الوصول إلى المجد بقيادته للنادي الأهلي في حدث تاريخي للكرة الجنوب إفريقية. لكن من هو بيتسو موسيماني اللاعب؟ موسيماني أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ الكرة الجنوب إفريقية. بدأ مشواره عام 1982 بنادي كوزموس قبل أن ينتقل في صفقة تاريخية كانت الأغلى في بلاد البافانا بافانا عام 1985 إلى صفوف ماميلودي سانداونز. وبعد رحلة تنقل بين كوزموس وسانداونز وأورلاندو بايرتس، خاض موسيماني تجربة الاحتراف الأوروبي ضمن صفوف يونايكوس نيكايا اليوناني، واستمر لأربعة مواسم في اليونان وخاض 53 مباراة وسجل 6 أهداف، وواجه مجدي طلبة الذي كان يلعب لباوك ثيسالونيكي آنذاك في مباراة واحدة. كتب موسيماني اسمه في تاريخ نادي يونايكوس برفضه الرحيل بعد هبوط الفريق موسم 93-94، وصعد به في الموسم التالي إلى الدوري اليوناني الممتاز مجددا، فعشقته الجماهير هناك. اعتزل موسيماني اللعب عام 1996 بقميص نادي السد القطري، وله 4 مباريات دولية بقميص منتخب جنوب إفريقيا، ليبدأ مشوار التدريب الحافل الذي انتهى به إلى نقلة تاريخية في القلعة الحمراء بالقاهرة.